ياسين والقرآن الحكيم انزل المرسلين على صراط المستقيم تنزيل من رب العالمين تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق صغر ربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إن الإنسان لا يتقى أرأي استقنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كان وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم يأتي ناصية كاذبة خاطئة إلا الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتوا البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة.